مرحبا شباب، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ يا رب تكونون مرتاحين وتكونون سعيدين. حبايبي، اليوم هاي تعتبر المحاضره من اول محاضرات المراجعه المركزه بالوراثه، وايضا تعتبر اخر محاضره تخص المسائل بالوراثه. اوكي، يعني شنو اعتبروها؟ اعتبروها زين. محاضره عليه تقريبا 3 درجات الى 5 درجات تجي بالوزاري، وشغله سهله ومرتبه وملوزه. شو هذا الشكل الحلو هسه اللي دايباو عليه؟ فاللي اريده من يمكم اخوان من هسه تركزوا لي عليه. زين، نبدا على بركه الله. قال لي يابا عند القواعد النيتروجينيه، شنو هي القواعد النيتروجينيه اخوان؟ القواعد النيتروجينيه مركبات، اوكي، او جزيئات. هاي جزيئات متركبه عندي من الاكسجين، من الكربون، اوكي، وكذلك عندي من الهيدروجين والنيتروجين. اوكي، اربع شغلات: نيتروجين، كربون، هيدروجين، اكسجين. زين، من اسمها بعد هي قواعد نيتروجينية، يعني تحتوي على النيتروجين باستثناء الادينين. وهذا اجاني فد يوم بالوزاري بالاسئله الوزاريه، قال ما ميزه الادينين؟ ميزه الادينين انه هو اوكي قاعده نيتروجينيه، لكن لا يحتوي اكسجين. لا يحتوي شنو؟ اكسجين. زين، احنا عندنا هذا هسه راح ناخذ القواعد النيتروجينيه، راح نعرف انه الاقسام مالت. زين، بعد شنو الشغله؟ عندي هنا تقسم الى قسمين: البريميدينات وعندي البيورينات. قسمين: بريميدينات وعندي البيورينات. زين، ارجع واكرر هاي دير بالكم من يمها. ما ميزه الادينين؟ ميزه الادينين انه ما يحتوي على الاكسجين على غير العاده مالت القواعد البقيه. زين، نبدا عندي هنا البريدينات بها ثلاث انواع: بها الثايمين، بها اليوراسيل، وبها عند السايتوسين. زين، هسه راح اخليكم شوي شوي تحفظوهن وتعرفوهن، لا حد يحس انه المحاضره معقده، بالعكس كلش سهله. زين، اما البيورينات فهي عند الجوانين والادينين. زين استاذ، شنو الغايه من هذا الحكي كليته؟ شنو فائده القواعد النيتروجينيه اخوان؟ اخوان، عندي كل ثلاث قاعدات نيتروجينيه. هسه انا هنا مكتوب اي جي سي، شنو هاي؟ الثايمين حرف التي جاي من تي اتش، اوكي، ثايمين. زين، اليوراسيل حرف اليو، السيتوسين حرف السي، الجوانين حرف الجي، وعد الادينين حرف الاي. زين، الغايه شنو استاذ من القواعد النيتروجينيه؟ اخوان، كل ثلاث قاعدات، مثلا هسه عندي مثلا سي جي مثلا اي، كل ثلاثه يشكل لي عندي نيوكليوتيد او نيوكليوتيدات. اوكي، لان هنا نيوكليوتيدات زائد بعد هماتين ثلاثه زائد ثلاثه راح بالاخير يسوي لي الشريط، يا شريط مية من اما يكون شريط الدي ان اي او شريط الار ان اي. فلذلك احنا من نقول يابا انه شلون بعض الناس تتعرف مثلا على اهاليها عن طريق الدي ان اي، او شايفين بالمجازر اللي صارت سابقا والمقابر الجماعيه، فمن ياخذون عند الجثث او المسحات مالت البصمات وغيره وغيرها، فمن ياخذون مثلا شعرايه او جزء من العظم او جزء من الجلد، او عند ممكن مسحه تكون عن طريق اللعاب، كلي ترى راح يكشف عندي شريط الدي ان اي. شريط الدي ان اي من اجي انا القاه؟ راح القاه عباره عن قواعد نيتروجينيه، كل ثلاث قواعد سوى، فيسموها النيوكليتيدات. اوكي، كل ثلاثه سوى، بصفه ثلاثه بصفه ثلاثه بصفه ثلاثه الى اخره. من راح يتضاعف؟ تذكرون بالانقسام في مرحله انه التطور البيني شلون يتضاعف؟ قلنا عن طريق اكو انزيم يسمونه انزيم البوليمرز. اوكي، هذا شلون راح يتضاعف؟ راح يسوي لي شريط ثاني، يعني على فرض. زين، انا نفترض انه هذا عندي شريط الدي ان اي. اوكي، هذا شريط الدي ان اي. راح القى انا هنا عندي ثلاثه، هنا ثلاثه، هنا ثلاثه، هنا ثلاثه. استاذ شو تقصد ثلاثه؟ يعني هنا ثلاث قواعد نيتروجينيه مثلا سي سي سي، اي 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 والى اخره. هذا من راح يتضاعف شلون؟ بس هذا الانزيم موجود يتضاعف؟ لا. من راح يتضاعف؟ وفق شروط معينة بالقواعد النيتروجينية، كل وحدة راح تتحول إلى الشبيهة مالتها أو إلى المناسبة مالتها. زين، شلون نعرف الشبيهة مالتها؟ يعني مثلا أنا عندي هنا السي راح يتحول إلى جي. أستاذ هيجي بسرعة بهالبساطة؟ إي بهالبساطة. بس أستاذ يعني هم يصير الأي يتحول إلى جي؟ لا، يعني كل واحد ياخذ صديقة. أوكي؟ كل واحد ياخذ صديقة. زين، أكو فد شغلة قبل لا أبدي بيها. انا عندي هذا يعتبر هذا شريط الدي ان اي الاول واحد. احنا الدي ان اي يتكون من شريطين، اوكي، الدي ان اي يكون عندي من شريطين.
هذا الشريط الأصلي اللي يسمونه القالب، أوكي، أو جزء دي إن إيه، أو الشريط الأول للدي إن إيه. الشريط الثاني يسمونه الجزء المتمم، أوكي، الشريط الثاني يسمونه الجزء المتمم. بس هسه خليني نوضح إذا شنو هذا الدي إن إيه، هذا المتمم مالته، يعني الشريط الثاني مالته اللي ناتج عندي مع عمليات التضاعف. ها أخوان، حد هسه واضح؟ ما عاد أي مشكلة، زين. أما بخصوص عندي من هو؟ عندي الار ان اي. خليني نطب عندي على الار ان اي. عندي ثلاث انواع للار ان اي. عندي ار ار ان اي وتي ار ان اي والام ار ان اي. تعالوا وياي عفكم من الصبوره، تعالوا خلينا نسولف احنا سوالف عرب على قولة اهلنا. راح نرجع له ان شاء الله القواعد النيتروجينيه. اخوان حبايب قلبي، الار ان اي عندي اهم ار ان اي انا موجود اللي هو الام ار ان اي. صار ليش؟ هذا يدعى بالمسنجر. مسنجر يعني شنو؟ المراسل، يعني حامل لي رسالة. زين، هاي الرسالة شنو؟ هذا الام ار ان اي اخوان، ما وعلي فيديو اروح لك، خلينا نخليه بلون اصفر. الام ار ان اي سميناه المرسل، جايتني من كلمة مسنجر، اوكي، باللغة الانجليزية يعني شنو؟ المراسل، يعني عنده رسالة. هذا توجد عنده رسالة، منين جايب هاي الرسالة؟ من دي ان اي النواة. ها، المن الى الرايبوسومات. شو يريد من الرايبوسومات؟ شو فائدة الرايبوسومات؟ ها، عفية عليك، بناء البروتين. رسالة مالته يابا بناء بروتين. ها حبايبي، الرسالة مالته شنو؟ عندي بناء بروتين. زين، استاذ اي بروتين عالي؟ لا، ممكن بروتينات غير، مو بس بروتين يعني خلينا نقول خام، لا، اكو بروتينات راح تتحول بعدين الى انزيمات، والانزيمات ممكن هدم الخلايا كذا، حسب يعني. هاي عندي هنا الام ار ان اي هو راح ينقل لي الرساله. هسه اول رساله مثلا عندي بناء بروتين، ممكن الرساله الثانيه للرايبوسومات انه يابا ترى ابني لي بروتين قادر على هدم الخلايا. ان شاء الله هذا تاخذونه من تتعمقون بالوراثه ان شاء الله بالمراحل القادمه لكم بعد السادس. زين، فالمهم عندي يحمل لي رساله وراثيه، خلينا نقول ممكن انه رساله ثانيه ورساله ثالثه ورابعه وخامسه، هو يدز رسائل هذا الام ار ان اي. زين، ممكن عندي الام ار ان اي يدز رساله انه تكون انزيمات قادره على قتل الخلايا المضيفه. تتذكرون هذا حكينا همتين، جبنا طاريه بالفصل الثالث، وين جماعه من هو كان بالفيروسات وكذا، اذا تتذكرون. زين، هذا عندي الام ار ان اي، اذا هو اهم واحد لان هو اللي ينطي الاوامر. انطى اوامر يا بهسه هنا مبدئيا الرساله اللي موجوده عندي هنا ينقل رساله من الدي ان اي النواه للريبوسومات، واحنا نعرف شنو هي الرساله، رساله انه بني بروتين. زين، الريبوسومات قالت لهم عمي انا منين ابني بروتين؟ يا بنت مو انت ريبوسومات؟ قالت له والله اني ما عندي مواد اوليه للبروتين. المواد الاوليه للبروتين هي شنو؟ قالوا لها يا بنت احماض امينيه. الاحماض الامينيه منين اجيب هنا؟ ها، فباش راح يجيني، راح يجيني تي ار ان اي ابو التوصيل، تي ابو التوصيل اللي هو الترانسميتر يصحوا له الناقل، هذا ينقل الاحماض الامينيه الى الريبوسومات. شفت شلون ينقل ابو التوصيل؟ زين، هذا شغله. بعد عندي منو بقى؟ عندي بقى الار ار ان اي اللي هو من اسمه ار الرايبوزومي او الرايبوسومي، انه هذا يابا يتحد ويا من؟ هذا الار ار ان اي يتحد ويا البروتين حتى شي يخلق لي رايبوسومات، وحكيت عليها من الفصل الاول، اوكي يا اخوان، ونبهت عليها طلابي بالحضوري بالالكتروني باليوتيوب، من قلنا يابا ما منشأ الرايبوسومات، اوكي، ما منشأ الرايبوسومات، قلنا له يابا من شنين؟ عندي من النويه. زين، النويه شلون راح تكونها؟ إذا ما التركيب الكيميائي للرايبوسومات تركيبها بروتين، وكذلك عندي الار ار ان اي، ذاكركم اياها حتى موجوده بالملزمه، خلصنا من هذا الموضوع. إذا فسخنا عندي من هو الار ان اي وكذلك عندي الدي ان اي. زين، اكو شغله مهمه، اكو شغله اي مهمه استاذ. اللي هو انا حدي الدي ان اي من اريد ابني ار ان اي. زين، انا عندي لازم من هو دي ان اي يسمونه القالب الاصلي. وراها بعد الدي ان اي اطلع الام
RNA توصلنا رسالة يلا ابني بناء البروتين. زين بعد ايش لازم شو اطلع من الـ mRNA؟ اطلع الـ RNA بس نوع منه ونوع تي على هذا الترتيب. بالوزارة نعتمد انه لازم انا اعدي DNA وراها حتى ابني RNA لازم احتاج DNA. ابني من الـ mRNA بالبداية اولا ومن ثم اطلع منه الـ tRNA. هاي عندي بالخطوات حل المسألة مالتي اللي موجودة. اوكي هسه راح ناخذ عندي صيغه الاسئله بما فيها. زين فمن هسه نثبت انه انا عندي دي ان اي وراها اطلع الام ار ان اي. منين؟ من الدي ان اي. ورا الام ار ان اي يلا اطلع التي ار ان اي. يعني مو والله اجيب الدي ان اي واطلع قبل التي. دير بالك لازم دي ان اي ثم ام ار ان اي توصلني رساله وراها يلا يجيب التوصيل يجيب لي عنده شنو الاحماض الامينيه اللي هو تي RNA. صار واضح؟ صار واضح. زين خلينا نرجع للقواعد النيتروجيني. عرفنا انه كل ثلاث قواعد راح يسوي لي نيوكليتيدات، والنيوكليتيدات مجموعة راح يسوي لي شريط DNA او عندي شريط شنو؟ شريط RNA. زين جاي اسمع صوت راح يجيب الغاز وتذكروني. زين الثايمين يوراسيل سايتوسين اكو فيهم فد مميزات. ايش قال لي؟ قال لي السايتوسين من جماعة بريميدينات والجوانين والادينين ذول الثلاثه موجودين وين؟ بالدي ان اي وموجودين بالار ان اي. يعني عادي يشتغلون هنا ويشتغلون هنا. متفقين على هذا الامر؟ اتفقنا استاذ. اذا سايتوسين جوانين ادينين ثلاثه موجودات. زين الثايمين ايش قال؟ قال والله انا نايمين عفونا نايمين. يا ابو وين نايمين؟ قال انا نايم بالدي ان اي. حلو اذا موجود فقط وين؟ بالدي ان اي. زين من نجي على اليوراسيل أباوع كليتهن ما بيهن حرف R فقط اليورا. ها إذا ما دام حرف الR إذا RNA. أوكي ما دام حرف الR إذا شنو عندي؟ راح يكون عندي موجود فقط بالRNA. والله العظيم معاناتي بالتصوير بالبيت أبو الغاز. أبو الغاز يعني أنا صراحة مناشدتي لك بربك. يعني والله دا أصور ساعات متأخرة بالليل، بالعشرة تجيني، بالتسعة بالليل تجيني، بالثمانية بالليل تجيني، تجيني الصبح تجي. يا أخي والله العظيم كل اشترت من يمك. كافي كاف والله تعبتني، تعبت نفسيت سنة كاملة أبو الغاز يطلع وياي. والله يا بدي هسه أروح أصور وياه لأنه يعني هو صار مشهور أكثر من يمك. احنا شربنا ماي تعبنا، والله تعبنا أبو الغاز، تعبنا نفسيا. يلا نوب تعال راح يرجعها وسيضرب السيارة. شي خلصها وياه. زين عمي نكمل ما عنده مشكلة. فذني السيتوسين جوانين ادينين موجودات فقط عندي بالدي ان اي وبالار ان اي سوى. اوكي. اما اليوراسيل حرف الار موجود فقط بالار ان اي. يعني انا من اجي اريد اكتب الخطوات مالتي او التحويلات اباوع عند اليوراسيل اقول يابا خليها براسك، هذا اليوراسيل ما موجود بالدي ان اي، ما راح اكتبه بالشريط مالت الدي ان اي. وين اكتبه استاذ؟ اكتبه بالشريط مالت الار ان اي فقط. وكذلك بالنسبه عندي للثايمين، الثايمين قال يابا عوفني انا ترى ما اطلع من الدي ان اي، فقط بالدي ان اي موجود. متفقين عمي؟ متفقين. زين اذا كتبه بالار ان اي صفر. اوكي اوكي زين. شنو هاي استاذ هاي الخطوط وهاي مسوي لي اياها خطوط جويه؟ باوعد. السيتوسين يتحول الى جوانين من يريد يسوي لي شريط، سواء شريط دي ان اي اللي هو المتمم للدي ان اي او من يريد يسوي مثلا ار ان اي. فالسيتوسين يتحول الى جوانين والجوانين يتحول الى شنو؟ سيتوسين. زين شلون نربطها؟ نقول يابا عندي هنا السجا، سجا وين نكتبها؟ يلا نكتبها فوق. سجا تحب جبار وجبار يحب سجا. ها سجا اللي هو السيتوسين والجوانين جبار، ها سين بجي. فاذا عندي سجا تحب جبار وجبار ايش بيه؟ يحب سجا. تحياتنا سجاوي على كيفكم، عين غرام وكذا جبوري جبار والله طلع انت مهين. زين اذا سجا تحب جبار وجبار شو يحب؟ يحب سجا. فاذا عندي هذا يتحول الها وهي تتحول الها. ها واحد يحب الثاني، فمن القان السيتوسين مباشره راح احوله بالشريط الثاني الى عندي شنو؟ جوانين. ومن القى الجوانين مباشره يتحول الى من؟ احوله الى السيتوسين. اتفقنا؟ اتفقنا. زين نجي على الادينين. ها الادينين مشكلته عينه هنا وعينه هنا، متزوج اثنين. اوكي متزوج شنو؟ متزوج اثنين.
واثنيناتهم يحبهن واثنيناتهم يحبن. ها اثنيناتهم يحبهن واثنيناتهم شنو يحبن. فالأدنين اسمه أحمد. أحمد شي يحب؟ يحب عندي هنا ثريا، أوكي، يحب ثريا وياسمين، وياسمين وثريا يحبن. ها إذا أحمد شي يحب؟ يحب ثريا ثايمين، ويحب عند اليوراسي الحرف ال، عندي هنا الإي باللغة العربية ياسمين، فعندي يتحولن إليه وهو يتحول إليه. زين، في حالة أنه هو هنا كان عندي في حالة الدي إن إي، مثل دي إن إي وشريط المتمم مادة الدي إن إي، أدنين راح يتحول مباشرة لمن؟ للثايمين في حالة الدي إن إي. زين، في حالة أنه أدنين وتحول لي إلى جماعة الآر إن إي راح يتحول لمن؟ إلى اليوراسيل، ما يتحول إلى الثايمين. ها أخوان، إذا عيني اليوراسيل موجود فقط عندي بالآر إن إي. زين، اليوراسيل من أريد أحوله لمن يتحول؟ يتحول إلى الأدنين. زين، الثايمين لما تتحول تتحول هماتين الأدنين، ثنائين شي يحبن؟ يحبن عندي أحمد. إذا أحمد يحب ثريا وياسمين، وثريا وياسمين عندي يحبن. طبعا أكيد ما راح تكون واضحة بهالدرجة أنه أنت تريد تفهمها بسرعة، لا. زين، أكو خطوات عندي تقريبا أنا حكيتهن بس أصيرها عيدن حتى نبدأ بعد بالأمثلة، ما ظل عندنا وقت. زين، الدي إن إي مالتي عندي أجيب الشريط الأساسي أو يسمونه القالب، وراها أطلع الشريط المتمم له لغرض شنو عندي هنا؟ للتضاعف. فأنا بتضاعف مات الدي إن إي شلون أطلع؟ لازم أسوي هاي العملية اللي هي عملية نسخ وعد استبدال القواعد النيتروجيني. زين، في حالة الآر إن إي أنا أريد أسوي أم آر إن إي وأريد أسوي تي آر إن إي، شو أحتاج؟ باول أحتاج أولاً عندي القالب اللي هو من هو؟ الدي إن إي. ضروري، بدون الدي إن إي ما أقدر أسوي شيء. ها، بدون الدي إن إي ما أقدر أسوي شيء، فأنا راح أحتاج الدي إن إي، وراها أطلع الأم آر إن إي، وراها المتمم للام ار ان اي اللي هو التي ار ان اي. زين استاذ، ليش متمم؟ مو انا عندي الام ار ان اي مراسل راح ينطي رساله يدز صاحبه اللي هو بالتوصيل. ها، اللي هو بالتوصيل الحامل اللي عندي شنو؟ البروتينات. فاذا عندي لازم قالب اطلع ام ار ان اي، وراها عندي هنا شنو؟ المتمم الى او اللي يسمونه التي ار ان اي. زين، اتفقنا عدى على انواع الار ار ان اي وغيرهم. زين، خلنا نجي مباشرة نبدأ بالأمثلة. إذا كان تسلسل القواعد النيتروجينية في أحد شريطي الدي إن إي، حلو، دي إن إي هذا شريط الدي إن إي، أوكي، شريط الدي إن إي، شنو عندي هنا الترتيب مالتي؟ A G T. زين، بعد T T C A C A. زين، يقول يابا أريد بناء الشق المتمم. ها، يريد الدي ان اي المتمم، اوكي، شريط الدي ان اي او الجزء المتمم. زين، بدي ان اي احنا، ها، بدي ان اي، اذا نقدر نستخدم عندي من هو؟ الثايمين. اليوراسيل نستخدمه؟ لا، ما نستخدم يوراسيل، ما نجيب طار اليوراسيل، لان اليوراسيل فقط خاص بمن؟ فقط عافيه عليك اللي هو بالار ان اي. تعال ويا، شوف ايش راح نسوي هسه بالتحويل مالتي. دي ان اي وعندي دي ان اي متمم، عندي هنا الادينين شي يحب؟ يحب عندي ثريا، احمد يحب ثريا. صار مو يحب شو اسمه ياسمين اللي هي اليوراسيل؟ لا، اليوراسيل فقط عندي وين؟ اذا كان عندي بالار ان اي، فمباشره راح يتحول الى تي. زين، ها، جبار شي يحب؟ يلا وياي عيني، جي لاسي قال جوي غنى سجى. زين، وعندي هنا التي راح تتحول، قلنا ها ثريا تحب احمد، يرجع عندي لا شنو؟ عندي اي بس. زين، نجي هنا التي بالتي مباشرة تتحول لمن؟ إلى أي بأي. ثايمين تتحول، قلنا ثريا تحب شنو؟ تحب أحمد مباشرة. والسي سجا شو تحب؟ ها، جبار عافية. زين، الأدنين شي يحب؟ يحب الاثنين، بس احنا بالدي إن إي، إذا ايش راح يختار؟ يختار عندي التي، والسي تتحول إلى جي، وعندي هنا شنو؟ عند راح تكون عندي تي. زين، شو يريد بعد هنا المطلب الثاني اللي هو الأم آر إن إي. زين، يقول يا بس استنساخ الام ار ان اي من الشق المتمم. ها، يعني يريد هذا الام ار ان اي منين؟ من المتمم، مو من الدي ان اي الاصلي، يريده منين؟ من المتمم. زين يا ابو، ما عنده مشكله، اجيب عد هنا، خلينا نغير اللون حتى تكون بعد بشكل اوضح. يريده من الشق المتمم، مو من القالب الرئيسي. يا ابو تدلل، تريده من القالب الرئيسي، تريده من كله، هو دي ان اي. زين، هنا شنو عندي؟ الثايمين، قلنا ثريا هماتي راح تحب من هو؟ تحب عندي الادينين احمد. زين، السي تحب الجي، اوكي،
هسه عندي الادنين من راح يتحول هو احمد، شي يحب ثريا ويحب منية، يحب ياسمين. ها انا جاي اقول ارني، اذا راح يروح لمن؟ يروح لياسمين اللي هي اليو، اليو راسي. هنا هماتين يو، يو عد هنا سي، وعد هنا الثايمين تتحول الى احمد، لان الادنين موجود بكله، ادنين موجود هنا وهنا. زين وجي عندي سي وعد هنا عندي زين. شلت بعد يريد عندي تي ار ان اي، يا بتدلل التي ار ان اي منين اجيبه؟ اجيبه من الام ار ان اي. تعال نغير اللون نخليه برتقالي. زين عندي هنا الادينين بعدنا بالار ان اي، ها اذا يحب ياسمين يوراسيل، وجي قلنا يحب سجا، وكذلك عندي هنا راح يرجع عندي ادينين. زين هنا اي باي ياسمين شو تحب احمد، وعندي هنا جي، وكذلك عندي هنا راح تكون عندي الادينين راح يختار منه، يختار اليوراسيل، وكذلك عندي السي راح تختار عندي جي ويرجع عندي اليوراسيل. اخوان هذا فد يعني سؤال مبسط على كيفيه انه حل المسائل الوراثيه اللي تخص عندي شنو الدي ان اي. زين ناخذ بعد مثال ثاني وزاره، طبعا هذه كل وزاريات موجودات عندكم بالمراجعه المركزه. زين اذا كان ترتيب قواعد شريطي الدي ان اي بهذا الشكل، اوكي بهذا الشكل، زين فما هو تتابع القواعد الموجودة على شريط الثاني؟ أوكي إذا كان ترتيب قواعد أحد شريطي الدي إن إي بهذا الشكل، منطين عندنا هنا تي أي أي جي سي سي أي 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 وعندي سي سي جي. زين هذا عندي هنا شنو اللي هو عندي هنا الشريط أو الجزء الرئيسي للدي إن إي، شريط الدي إن إي. زين شريط هسه يقول ما هو تتابع القواعد الموجودة على الشريط الثاني اللي هو الجزء المتمم، الجزء المتمم للدي ان اي اللي هو الشريط الثاني. زين نجي نغير اللون حتى يصير بعد بشكل اوضح. تعال وياي عند الثايمين، قلنا ثريا شو تحب؟ تحب احمد، ها واحمد شو يحب؟ يحب ثريا لان دي ان اي، ها تي تي. زين الجي راح تتحول لمن؟ يلا وياي الجي شو تتحول؟ قلنا جماعة الجي يحبون السي، ها سي، وجي وعد هنا السي راح تتحول الى جي جي. زين هنا نفس الحكي تي تي تي، وعد السي راح تتحول الى جي جي عند السي. خلاص ما دام حفظنا انه احمد يحب ثريا ويحب ياسمين، وياسمين موجوده فقط بالار ان اي وثريا موجوده بالدي ان اي، حل كل شيء. زين جبار يحب سجا، وسجا شو تحب؟ تحب جبار. زين تتابع النيوكليديدات في الام ار ان اي، مطين الام ار ان اي مالتي كالاتي، فما تتابع القواعد الموجودة في القالب يخص من هو الدي ان اي، وما تتابع القواعد في الحامض المتكامل معه، ها وما تتابع القواعد في الحامض المتكامل معه. تعال اول شيء طلع القالب مالتي، راح اقول القالب زين او لا قبل القالب اكتب الام ار ان اي حتى يكون عندي واضح. سويت انا لصتها كالعاده. زين زين نجي عندي هنا طلع عندي اكتب الام ار ان اي. زين شنو وعد مالته؟ جي يو سي يو 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 صار اي سي جي سي يو اي. اخوان هسه راح نبدا عندي وين؟ عندي بالقالب، اكتب القالب اللي هو دي ان اي القالب. زين ما بعرف شلون راح ابدي بيه ام ار ان اي. زين عندي هنا جي تتحول مباشره، احنا عرفناها تتحول الى من؟ الى سي. زين اليوراسيل يتحول الى من؟ قلنا ياسمين شو تحب احمد؟ اي. والسي الى شنو؟ عندي جي. اليوراسيل هنا كليته اي اي اي. هنا الادنين راح يختار من هو؟ احمد شو يختار هسه؟ ثريا ما وعلي بس فدوه ركز وياي. هنا عند وين احنا؟ بدي ان اي. شو يختار عندي هنا احمد؟ يختار ثريا لو يختار ياسمين؟ عفي عليك راح يختار ثريا. اوكي وعد السي الى جي، وعد هنا السي، وعد هنا جي، اليوراسيل تتحول الى اي، واي يتحول قلنا هماتين شنو؟ عندي الى تي. زين ايش قال؟ قال وما تتابع القواعد في الحامض المتكامل معه. الام ار ان اي يتكامل ويا تي ار ان اي، ها من تسمع متكامل يعني يقصد عندي بالتي ار ان اي. نجي هنا التي ار ان اي. زين يابا اوكي تي ار ان اي. زين سال تي ار ان اي راح اخذه من القالب لو من الام ار ان اي؟ لا تروح مباشره نحكي على اليمن على الام ار ان اي. احنا متفقين عندي قالب ثم اطلع عندي الام ار ان اي ومن ثم اطلع التي
ار ان اي، يعني التي ار ان اي من اشتق، اشتق من صعبه من الام ار ان اي. اخوان تمام تمام زين، نجي نغير اللون نخلي باللون الاخضر. زين نجي عند هنا جي تتحول الى سي، زين، واليوراسيل تتحول الى ادينين، والسي الى جي، زين. وعند هنا اليوراسيل عندي ادينين ادينين ادينين، زين. الادينين هنا شو راح يختار؟ يختار خلي براسك اليوراسيل. ليش؟ لان انا جاي اختار عندي شنو؟ ار ان اي حافي عليك لحد انت هسه ما دام هيك بديت تضبط وياه، اذا ضبطت الخمس درجات بتجيب. والسي عندي جي، وعد هاي تحول الى سي، وعد هنا جي، واليوراسيل اي، والادينين راح يختار عندي شنو؟ يوراسيل. ليش؟ لان جاي احكي استاذ على ار ان اي، بينما بدي ان اي لا راح يختار الثايمين. زين نشوف بعد سؤال وزاري. يلا تسلسل القواعد النيتروجينيه في الحامض النووي الناقل كالاتي. حامض نووي ناقل، يعني شنو الناقل؟ تي ار ان اي. اجي اترجم شنو عندي التسلسل مالته؟ اي اي يو سي جي اي، وعندي يو يو جي، وعندي جي يو سي. زين قال فما تتابع القواعد النيتروجينيه في الحامض الذي يتكامل معه؟ ها يتكامل ويا من؟ تي ار ان اي يتكامل ويا من؟ يتكامل ويا صاحبه اللي هو الام ار ان اي، والام ار ان اي ويا من يتكامل؟ ويا همتين ويا صاحبه. اذا يريد مين من بالبدايه؟ الام ار ان اي، ذول واحد يتكامل ويا الثاني. زين زين بعد الذي يتكامل معه وفي شريطي الدي ان اي الذي عمل احدهما قالبا للبراسل. يعني شو يريد؟ يريد عندي هنا القالب، القالب وكذلك عندي شنو؟ الجزء المتمم. اوكي شو يريد عندي هنا؟ الاتكامل معه في شريطي دي ان اي الذي عمل احدهما قالبا للمراسل. زين هسه احنا بعد احنا كسرناه بالبدايه، نطالع عندي تي ار ان اي، راح اطلع من تي ار ان اي اطلع الام ار ان اي. زين ورا الام ار ان اي راح اطلع القالب، ورا القالب اطلع الجزء المتمم. اذا فما تتابع القواعد النيتروجينيه في الحامض الذي يتكامل معه وفي شريطي الدي ان اي، اريد عندي الشريطين مالت الدي ان اي الذي عمل احدهما قالبا عندي للمراسل. تعال وياي نجيهم واحد واحد. ار ان اي بار ان اي، ها اذا جماعه عندي منهم جماعه اليوراسيل. زين ادينين احمد شي يحب؟ يحب ياسمين قبل. ها يو يو ويش تحب؟ تحب احمد، لان احنا وين عندنا ار ان اي. زين سي جي سي نانا يوراسيل عفي عليك، يوراسيل احمد احمد، وعد جي سي. زين والسي العفو جي هنا راح تتحول شنو؟ سي. بعد اليورا ها عفية، وعد السي ايش راح تتحول الى جي؟ خلصنا من يمه. زين هسه القالب اللي هو من هو؟ الدي ان اي. حلو حلو زين نجي يابا على الدي ان اي، راح نطلع الدي ان اي. القالب منين اخذه؟ تتذكرون عندي الترتيب مالتي كالاتي، كان عندي القالب اللي هو دي ان اي ام ار ان اي تي ار ان اي. فاذا انا عندي باوع لي ترتيب 1 2 3، ايش صار؟ انا عندي السؤال بالعكس، تي ار ان اي صار عندي شنو؟ عندنا وراها من تي طلعت الام، ومن الام طلعت شنو؟ طلعت عندي الدي ان اي. زين تعال هسه للقالب، راح اجي على ام ار ان اي واروح له، ما اروح اخذ عندي مباشره من التي ار ان اي. ليش؟ لان التي ار ان اي طلع من الام ار ان اي، والام ار ان اي طلع عندي منين؟ طلع عندي من الدي. اوكي زين نجي عند القالب واخلي عيني فقط على اليمن على الام ار ان اي. شفتوا ايش قد مهم طلع عندي؟ اذا طلع غلط الام ار ان اي كل السؤال غلط. الام ار ان اي عندي هنا اليوراسيل تتحول الى اي باي. احمد راح يتحول الى مين؟ يتحول الى ثريا. ليش؟ ثريا موجوده عندي وين؟ بالدي ان اي. زين الجي سي وعندي هنا جي، واليوراسيل عندي راح يتحول الى ادينين، الادينين احمد قلنا راح يبقى عندي تي تي، وعندي جي، وعندي هنا جي، واحمد نفسه راح يبقى عندي بالتي، وكذلك عندي سي. زين الجزء المتمم اخذ من الدي ان اي، عندي هنا احمد شي يحب هنا يبقى احمد، لان الجزء المتمم عندي شنو؟ هماتين دي ان اي، يبقى انه هنا نستخدم عدة الثايمين. زين عندي هنا اي، وعندي هنا السي جي سي، وعندي الاي شي اختار هماتين تي اللي هي الثايمين، ثايمين احمد احمد سي سجا. زين وعندي هنا جبار يحب سجا، وعندي راح تحب احمد، وسجا تحب شنو؟ جبار. خلاص الموضوع وتحيات الجبار. وعندي بعد خلينا نشوف والله سؤال بعد عندي. اي قطعه من الدي ان اي تسلسل النيوكليتيدات مالتها فيها كالاتي. طالع هذول الشريطين اللي هو الشريط هذا الاول اللي هو القالب، اوكي، وعندي الثاني. خلينا نشوف منو القالب هسه هنا حسب السؤال. احنا عندي الشريط الاول والشريط المتمم. زين منو اللي صار قالب؟
للار ان اي. خلينا نشوف السؤال، ما اريد ادوخكم. فاذا عمل الشريط العلوي، ها الشريط العلوي قالبا، اذا هذا الاول هو القالب. حلو، علما لتكوين الام ار ان اي، فما تتابع النيوكليتيدات في الحامض الاخير اللي هو الام ار ان اي، وما تتابع القواعد النيتروجينية للحامض الذي يتكامل معه. ها إذن الأمر يتكامل ويا من؟ ويا tRNA. الله وحش بالوراثة أبدا. تعال نجيب الأول عند القالب DNA. زين، من هو CCATAT وعندي GAC وكذلك CTA. حلو حلو زين، اطلع شنو عندي الام ار ان اي. استاذ ليش اطلع الام ار ان اي؟ لازم اطلع الام ار ان اي حتى اطلع من هو التي ار ان اي. هو هنا اصلا هو يعني طالب يقول فما تتابع النيوكليدات في الحامض الاخير اللي هو الام ار ان اي. زين، فاني ما اقدر مباشره اطلع تي من الدي ان اي، لان ترتيب كالاتي: دي ان اي، ام ار ان اي، تي ار ان اي. هذا خليها براسك، لا تخطئ الخطا اللي يخطونه باقي الطلاب. وصدقوني هاي الملاحظات احتمال ما نعطيها، يعني قل الاساتذه ينطون هاي الملاحظات. زين، خلينا نغير نغير اللون، نغير اللون، يلا نغير اللون. زين، نجي على الام ار ان اي. عندي هنا الدي ان اي يتحول، دي ان اي يتحول الى ار ان اي. اذا نستخدم جماعه منهم، جماعه اليوراسيل، السي جي جي. ها احمد ايش راح يختار؟ يختار ثريا لو ياسمين؟ يختار ياسمين. ليش استاذ ياسمين؟ لان ار ان اي. زين، وعندي هنا اي، والاي راح يختار عندي يوراسيل، وكذلك عندي هنا اي، والجي راح تتحول الى سي، وعندي هنا احمد ايش راح يختار؟ يرجع يختار عندي اليوراسيل. ليش ياسمين؟ لان نرجع ونقول بالار ان اي. زين، سي راح تتحول الى جي، هنا جي، والتي راح تتحول الى عندي اي، والاي يختار عندي نيوراسيل. زين، نجي هسه على اليمن على تي ار ان اي. تي ار ان اي شلون راح يصير مادته؟ كالاتي، نختار هذا اللون. زين، نجي الجي مبينه سجل جبار، يعني قصة حب او عشق بيناتهم. اليوراسيل تختار احمد. احمد ايش يختار؟ يختار يوراسيل، ايش اسمه؟ ياسمين. وعند ياسمين تختار عندي احمد، واحمد يرجع يختار من هي هماتين ياسمين. زين، مشكلة انه بتخاف تحفظوها هي شيء تنسون ازمان. زين، عندي هنا السي جي، عندي هنا اليوراسيل تختار احمد، وعندي جي لا سي، وعندي هنا السي، واحمد يرجع يختار عندي اليوراسيل، اليوراسيل تختار عندي احمد. هذا عندي ببساطة هذا الموضوع، أتمنى أنه ما طولت عليه بيكم، ما طولت بي غلس غلس، يلا استحق اليوم تعب لأنه هو صور المحاضرات. أتمنى أنه ما طولت عليكم، واعذرونا خاف على أي تأخير يصير. صدقوني الآن جاي أدرس، عندي دراسات معينة، فكل ما بي من جهة جاي أصور لكم وجاي أقدم لكم. وبالمناسبة الملاحظة لكل طلابي يوتيوب حضوري وعندي إلكتروني، أتمنى تركزون عليه، عليه 5 درجات. دير بالك دير بالك دير بالك، الموضوع مالته بالنسبة لشرحياته كلها مهمة، خصوصا اللي موجودة بالمراجعة المركزة. الشرحيات مالت الوراثة الموجودة بالمراجعة المركزة مرشحة، دير بالكم، مهمة جدا جدا يا ناس يا عالم، والله العظيم مهمة. مهم ايش قد ما قلت لكم تعالي وتعاريف اللي موجودة بالمراجعة، والله صدقوني نلتقي ان شاء الله بيوم الوزاري. فشدوا حيلكم، وتحياتي الى جبار وسجا ولا احمد والى ياسمين وبعد مني ولا ثريا اللي موجود بالله اسمهم هاي المحاضرة، خليه يكتبون له. اوكي، مع السلامة.